وهو التجربه هي التجربه اللي هي كنتسمى باناليزاسيون دو لا تكنولوجي دو ديسالناسيون، اي جميع الناس يستافدوا من تحليه المياه بسيطه. نمشي للسوق شرينا انا والصديق ديالي الحميم تبارك الله عليه، شرينا ب 20 درهم، شحال 20 درهم 200 درهم شرينا هادو كلهم، ومن بعد غنديروا مجيه ونحلوا بهم من بعد. هي اش كاين في الصاجي طل هنايا، دير الكاميرا هنا الله يخليك، هي كاين كوش ديال الفاخر، كوش ديال الرمله، وكوش نانومتريك، هادوك لي غيست ديال سكون ابيل ليسموس انفيرس. من بعد هذا كنكبوا الماء البحر الفوق، هو غيحل يهبط مثلا من 35 يهبط ل 20، والاخر غيهبطوا من 20 مثلا ل 15، والاخر غيهبطوا من 20 وغاديين هكذا في تدرج داكوغ اسفلي، ونوصلوا هنايا ونوصلوا هاد البلاصه، نوصلوا على الاقل نجحوا ان شاء الله نوصلوا لخمسه. باش كاين ما يكون والو، اجي تصوروا هنايا الفخر فقط، لا ماشي الفخر، كاينه مشكل هي كلهم بحال بحال، كلهم بحال بحال. الفخر هو كيمص الملحه، ملي كيدوز الماء في وسط الفخر، الفخر كيمص الملحه، والرمله كذلك حتى هي سان فيلتر داكوغ. دونك كنحاولوا، علاش حنا دابا استعملنا هذه الاله؟ هذه الاله هي كتمشي مع ديك الاله الكبيره، علاش؟ باسكو ديك الاله الكبيره اللي ضربتي الماء البحر ودخلتي ليها دغيا الممران المده ديالو الاستعمال كتكون ثلاثه اشهر ولا شهرين، دونك كيكلفك الماء المتر كيب غيكون مكلف. دابا نحاولوا نخفضوا ذاك القيمه ديال الجرامات باغ ليتر، نهبطوا مثلا من 35 نهبطوا من 5 ل 6. الى هبطنا هنا ضربنا تما لا ديغي دو في داكوغ ديال الممران كتكون تقريبا نقول واحد العامين ولا عام ونص حسب السم. هذا هو الدور، ولكن الا درت 10، شوف الا درت 10 نقدر نوصل لجوج جوج ونص، بجوج جوج ونص يمكن ينحلي. ومثلا فلاح عوض باش يدير برميل، هذا يدير برميل كبير ولا يدير مصفات ولا يدير شاريج فوق شاريج شاريج فوق شاريج، وغيكون عنده ان شاء الله الماء باش يسقي. انا نقول لك على سبيل المثال، بحال مثلا الناس اللي كيسقوا، جا نواحي الشماعيه، نواحي اسفي والشماعيه، واحد السيد كيسقي شويه الماء، دار هكتار كياخذ 14 مليون في العام في الشيبه، ما كيدير لا زيتون ولا تشعل، وثاني الخدمه ديال الشيبه ما كتكلف شي حاجه، شويه الماء وشويه التعتال وصافي سيتو. هذه هي سكون ابيل التنميه المستدامه، وهذا مشروع صاحب الجلاله، هو باغي الناس ماشي غير يستافدوا في شهر، باغي يستافد ديما، ويستافد ديما خاصو الماء، والماء خاصو مستدام، خاص الماء يكون محلي ولا يكون حلو مسبقا. يعني المرحله الاولى هذه من 35 درهم خمسه حتى خمسه ولا سته، وندول على الاخرى غادي نشوفوها تاهي من الاجزاء ديالها. العنصر المهم، العنصر المهم هو هذا، هذه دابا هذا الموتور داكوغ، الموتور كيدور هو كيدور لابومب، ولابومب كطلع الماء وكتعطي لابريسيون، ولابريسيون اللي غيمشي للمومبران هو جوج سيلندر، كاين السيلندر الخرجانيه وكاين السيلندر الدخلانيه. اذا ملي كيضرب السيلندر الخرجانيه كيضرب واحد لابريسيون بلي كيكون فيه الماء والملحه، الملحه كتبقى في الوراء والماء كيدخل لداخل، وحنا اونغيكيبيغ الماء حلو، ويبقى لنا بهذا السيستم، هذا السيستم هذا يبقى لنا سكون ابيل لو بغان، صديق الماء اللي ما تحلاش فيه كثرة الملحة، ونقدروا مثلا نعاودوه، ولكن لا عاودناه مكلف، خلقنا مشاكل كيتسمى لونكراسمون ديال الممبران. دونك كنحيدوه، نقدروا نعطوه للصناعيين يستعملوه ملحة ولا يستعملوه أملاح مع الاندور صديق مع لازوت، ويعطي مثلا سكون ابيل لي فيرتيزون. دونك هو كتمشي مع الاله الاخرى ولا يقدر لا هذه مكمله، مكمله حنا نبتدئوا باله هكذا تخفض لنا لو طو دو سالينيتي، عاد نجيو لهاد الاله. الا جبنا ديال البحر ودخلنا ليها هاد الممبران يسوى كيسوى لو 3000 هي 6000 درهم. دونك 6000 درهم غدي علينا في 3 شهور، خاصها دير لنا على الاقل عام ونص، خاصك تخفض لها الطول سالينيتي، حيت الملحه مع كثره الملحه تقدر تسد دوك العوينات. الى جبتي لي واحد نجيب لك واحد لو تخيك، هذا هو الممبران سيتي فيه، هذا هو الممبران، هو هذا باللي كتضربوا بالماء وعنده مثلا ان بريسيون لا بريسيون تمشي ل 4 5، تمشي ل 4 5، اذا الماء كيدخل لداخل والاملاح كتبقى على برا، ان السائل كتبقى برا والملحه كتدخل الداخل. هذا هو صديق سكون ابيل لو موديل فيزيك، سي لا فيزيك، باسكو لا فيزيك سي لا مير دي سيونس. داكوغ، هذا الوقت مثلا باش نشرب انا كوب ديال الماء بلاتي، نقول لك هذا لاباراي تنتج لك 1 متر كيف، صديق 1000 لتر في الساعه، ونقدر نمشي حتى ل 20000 لتر في الساعه، فهمتيني؟ ونقدر نمشي اكثر. هو انه كتزيد
في لا بويسونس ديال هذه الاله ديال لا بويسونس وتزيد سيدي مبارع عوض فاش دير ثلاثه دير 100 ولا دير كاين مثلا محطات راه كاين في المغرب محطات كتلقى فيها خص 50 70 توصل انت الوقت يعني تبدا تزيد شوف انت اش باغي شوف انت اش باغي تقدر وقد ما كتزيد قد ما كيكلف فلوس داكوغ ها المكلف هذا التكلفه ديالو كيسوى 35000 شي حاجه داكوغ ونحاولوا نخفضوا الثمن ديالو واحد 15000 ولا 20000 كوم سا داكوغ علاش الماء البير الماء البير لا الماء البير ما عندنا مشكل هذا المير اجي فياني فياني فيا فيا ما البير ما غاديش تيمون تخلى مزيغ لا خليك اجي شوف معايا اجي شوف معايا هنا لا باغاي ها لا باغاي اجي شوف معايا شوف معايا هنا دابا هذا ما ديال ديال كتسابيل الماء بريكس بريكس بالانكلي بريكس واتر شلوقي كيتسمى شلوقي دابا ملي غيدير لا باغاي يولي لا باغاي داكوغ اجي تشوف لا باغاي ها هو غتعطيك دابا لا مزيغ شوف شحال وصلت دابا غتوصل تقريبا 4.3 راه هذا الملح ولكن باش تشرب يكون بوطابل خاصو يكون 1.5 1.7 1.8 ها هو النتيجه هذا ان شاء الله ملي غندخلوا هذه الاله غيكون الملحه خفيفه ومن بعد عطينا لو بوطابل نشربوه دونك بلا مشاكل دونك هذا عارف النهايه كيكون مثلا في الماء كيكون فيه دي ميكروب لي ميكروب كتعرف الماء كنشوفو دي ميكروب ما كنشوفهمش اذا هذا الفيرتي استاذ بحال معقم كيقتل لي ميكروب داكوغ دونك الحمد لله وهنا المشروع ديالنا وهو سيدي فنيد مع السيد الرئيس مع السيد العامل وصلنا لواحد النتيجه مهمه هو اقامه مشروع فيه التكوين وفيه الصناعه ديال هذه الالات وتعطوا للناس واحد الثمن رخيص هذا هو المشروع ديالنا هذه الاله كتسوى لنا واحد العدد كبير يعني شريناها عدد كبير فحاولنا نبسطوها باش تولي بواحد الثمن قل وربما حنا قدامين عليها باش تولي بثمن قل ان افوردابل ان اي فلاح ممكن يكون يستعملها الري ديالو باش تكون الانتاج ديالو ربما الحيوانات ديالو ربما الماء الشرب ديالو يعني باش تكون بثمن بخس نقدر نعطيكم امثله ربما 15000 درهم تكون في المتناول ديالو اي واحد تكون عنده يعني تكون في هذا لازمته وهذا العمل فهو عمل يعني ما بين جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء وغيكون مع جامعة ابن زهر أساتذة ومع المنطقة الثانية بما فيها السلطات المحلية وال يعني والجامعة ورئيس الجامعة ديال سيدي إفني فخذينا اختارينا سيدي إفني بأنه كاين مشاكل الماء غيكون نواة ربما لأماكن أخرى ربما إن شاء الله شافت غادي تحدو الحدو ديال الماء مشات ليه الجامعة ديال سيدي إفني إن شاء الله هذه القافلة هذه نظمها الأستاذ السيفاوي في إطار التنمية البشرية وفي إطار التحسيس باستعمال الطاقات المتجددة وتحلية المياه بالنسبة للمناطق الجنوبية وهاد القافلة كتمشي نيت في كما قال الأستاذ أبو الزهر كتمشي في هذاك الإطار ديال البشلور اللي هو نظام جديد اللي غادي يكون بالنسبة لكليات العلوم المفتوحة هذاك الباسلر كيكون عنده الاهداف ديالو منهم ديفلوبمون ديال لي سوفت سكيلز يعني المهارات الذاتيه ديال الطالب وهذه القافله كتسمح بهذا اللقاء ما بين عده طلبه من ماستر كاينين طلبه جايين من وجده طلبه جايين من الماستر من فاس طلبه جايين من الماستر من الدار البيضاء كليه العلوم من مسيك وكليه العلوم ديال عين الشق وكان لقاء في جامعه بن زور في المركز ديال الاختراعات سونتر دو لينوفاسيون اللي كان يلا دجنو صاحب جلاله في اكادير وكان لقاء اليوم مع رئيس الجامعه ديال سيدي افني ومع العامل ديال صاحب جلاله في اقليم سيدي افني هاد الاله اللي كيوريها لنا السي السيفاوي هذه دابا غير بحال قلتي شي حاجه مينياتوريزي شي حاجه اللي كتعطينا طن واحد في الساعه ولكن سي اون ميتيبلي هاد لي مومبران اون ميتيبلي واحد لو نومبر ديال لي مومبران اون بي افوار حتى 20000 30000 30 طن 20 طن باغ اور مهمه بالخصوص بالنسبه للفلاحه هنايا في لا ريجيون ديال سيدي افني اللي كاين هذا المشكل ديال الماء و اون بلوس ميم الماء هنا الماء ديال سيدي افني ملي كيجي من البراج ديال يوسف بن تاشفين دابا راه براتيكمون الي 13% ولا 12% يعني راه ما بقى والو سيبوزون العام الجاي ما طاحت لا شتا لا والو راه صافي مشى سالا هذاك الماء
اي بار كونسيكون غادي يولي بروبليم كبير هنايا. دونك هاد الالات هادو زعما راه غادي يكون واحد الحيويه زعما راه كليه العلوم ديال الدار البيضاء راه شرات ب 49 مليون باش شرات بحال هذا وما كيعطيش لا ميم كونتيتي. شحال كيعطي؟ 30 متر بار 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 30 متر. هذا متر يعني طون ديال الماء، ماشي هي 60 متر ولا 30 متر، مليتر. تصور دابا نتايا كنت تعطي لواحد الفلاح تعطيه هذه ولا شي واحد اللي عنده فيلا كبيره ولا شي اوتيل ولا شي حاجه وتعطيهم بحال هذا، راه عرفتي راه زعما تحل واحد المشكل كبير وبالخصوص في هاد لا ريجيون ديال سيدي إفني. ان شاء الله غادي يكون خير. اليوم كما العاده كاين الجديد عندنا في مدينه سيدي إفني، هو استقطاب الجامعه ديال الحسن الثاني ديال الدار البيضاء مع الجامعه بن زهره ديال اكادير اللي فيها اساتذه باحثين وفيها طلبه. انا كنشوف منها طلبه من المغرب، كاين من بوروندي، كاين من موريتانيا اللي هما في ماستر 1 وجاو عندنا ليفنيزي باش يديروا عندنا هذا المشروع هذا، التجربه ديال تحليه المياه. هما عندهم تحليه المياه وعندهم الطاقه المتجدده، ولكن حنا فضلنا تحليه المياه. علاش؟ عندهم هذه الالات اللي كتشوفوا كما قال الاستاذ اللي قبل سبقني في هذا التصريح، هذه الاله هذه كيمكن تشد الماء ديال البحر من 35 غرام تردوا حتى 5 غرام بعد بهذاك الفلتر التراديسيونيل التقليدي، ومن بعد في هذه الاله هذه يهود حتى غرام غرام ونص غادي يكون صالح للشرب. وحنا هنا في فني وفي المنطقه ديال فني عندنا بزاف الابار اللي هما فيهم حنا كنقولوا الماء الشلوقي هو مالح. يعني هاد الاله هذه اللي كتشوفوا الثمن ديالها دابا كطلع تقريبا شي 4 ملايين، ولكن غادي يقدروا ينزلوا حتى مليون ونص التكلفه ديالها اللي غتكون في تناول الجميع. تناول الجميع الناس اللي عندهم الفرمات واللي عندهم جرادي صغار، باش ذاك الماء اللي كاين عندنا في الوادي فني اللي هو موجود ولكن مع الاسف مالح شويه يرجع ماء صالح للفلاحه وصالح للشرب. وهذا المشروع هذا حنا تبنيناه مع نديروا معاهم واحد الكونفنسيون مع العماله مع الجامعه ديال بن زهره والجامعه ديال الحسن الثاني، باش يجيو يديروا عندنا هنايا واحد النواة ديال التكوين باش الطلبه ديال المغرب كلهم يقدروا يجوا يخوضوا في هذه التكنولوجيا الجديده. وهذا بالنسبه لنا حنا ربحنا في سيدي إفني، وان شاء الله غنتعاونوا معاهم باش يخرج الحيز الوجود هذا المشروع هذا. في حقيقه الامر هو تفعيل التوصيات ديال كاب 22 والتفعيل كذلك للخطابات الساميه وتفعيل ديال السياسه الحكيمه ديال سيدنا من اجل الانسان بالفعل، الانسان في العالم ليس في المغرب ولا شيء. وكذلك كيفاش نشوفوا كاين انا اماكن على مستوى الهامش خاصهم الطاقه، خاصهم الماء، خاصهم الطاقه البديله، الطاقه النقيه اللي من اجل الانسان، هذا هو اللي كاين. كذلك هناك كما شفنا في جامعه الحسن الثاني مؤخرا كان معي الوزير التربيه تكلم على البكالوريوس والنهج الجديد اللي غتعرفوا وزاره التربيه والتعليم في المغرب، كاين خطوات راقيه في المغرب الحمد لله من ناحيه لاحظوا معنا حتى طلبه الماستر 1 جاوا باش الطالب يكون قريب من واقعه ويعرف شنو كاين ومن اجل يحل مشاكل بلاده واهله. هذا هو الاساس وتكون النوايا حسنه من اجل هذا الوطن بعيد عن الرؤيه الانانيه ان صح التعبير. المهم الحمد لله اشياء تغيرت كثيره الحمد لله، ونحن على خطوات التدابير ديال سيدنا ان شاء الله.